السيد مودي بن شحاتة مدرس لغة فرنسية بمدرسة المدرسة الأساسية بأولاد الخشين. اليوم جينا في إطار اليوم التنشيطي لتقديم بعض يعني الانتاجات خلال السنة الدراسية، ومن بينها مسرحية حول السلوك الحضاري داخل المدرسة والسلوك يعني النظافة وتصرفات التلاميذ. الأطفال كما تشوفوا معنا متفرهدين باللقاء هذايا، وإذا شاهدوا عديد العروض إلى غير ذلك، وهي فرصة إذا لإبراز المواهب الشابة والطاقات الفيضة الذي يندرج فيه الأنشطة هذه في إطار المسرح في خدمة التعلم، خاصة بالنسبة للتلميذ. وأنا تلقيت لقاء تكويني في الدائرة أنه يساعد التلميذ، خاصة بالنسبة لنا إحنا من كنا صغار وكل شيء ما تربيناش على العقلية هذه، إنسان عنده المعلومات لكن ما ينجمش يوظفها، عنده الانكماش، عنده الانزواء إلى غير ذلك، لكن ما ينجمش يوظفه. المسرح هذا فرصة باش يطور الطاقات نتاعو، باش ينحي الخجل نتاعو إلى غير ذلك، وينجم حتى يعني النجم تبرز نواة نتاع التلميذات، ينجم نهار آخر تصعد المواهب هذه وتقدم عديد المواهب والأنشطة. مرحبا بكم على تغطية الحدث اليوم اللي متمثل في المسرح المدرسي بسيد الهاني. معك أحمد بن محمد مدير دار الشباب سيد الهاني، في إطار التعاون مع المؤسسات التربوية وبالتحديد تفقدية التعليم بسيد الهاني، نظمنا مهرجان المسرح التلمذي اللي شاركوا فيه قرابة 7 مدارس، نذكرهم لك على التوالي: مدرسة أولاد الخشين بسيد الهاني، المدرسة لميسات، مدرسة كروسيا الشرقية، مدرسة أولاد الصغير، مدرسة علي بالهاني، مدرسة سيدي الهاني، ومدرسة كروسيا المركزية. هذه 7 مدارس شاركت بعروض في مسرح الطفل باللغة الفرنسية. انطلق المهرجان اليوم السبت 7 جوان على الساعة 9 صباحا، ويتواصل إن شاء الله إلى ما بعد الساعة 1 بعد نصف النهار، وتتخلل العروض المسرحية عروض للأطفال، ينشطها مجموعة من المهرجين. مدرستنا أولاد صغير تابعة سيد الهاني، وحبينا اليوم الصغيرات الشيخو، حبينا يتفرهدوا، عملنا جورنيه نتاع مسرح كما شفتوا، صغيرات شيخو تفرهدوا. نحن احنا هدفنا الأول والأخير هما صغيراتنا، بالحق الكبار نجم يتفرهدوا بأي طريقة، نجم يخلقوا طريقتهم باش يتفرهدوا، ما صغيراتنا احنا لازم نفكروا لهم في الطريقة الأسلم. التياتر هو وسيلة من الوسائل الهامة جدا باش يعبروا البوف سيكسبريمي، فريمون حاجة مزيانة برشا، كيما أي نوادي أخرين. نادي المسرح هو ينجم يكون من أهم النوادي في التعليم الأساسي. المسرح يعلم برشا حاجات مش كان القراية، يعلم حتى الأمور الأخلاقية، الأمور يحسن شخصية الطفل، يخدم برشا التنمية البشرية اللي احنا ديما نلوجوا عليها، وديما شو نحبوا من صغيرنا، نحبوا يتربى تربية سليمة. هو في نهاية الأمر كما احنا نقولوا في الفرنسي، من هذا الكل اون شيرش لو سافوار اتر، صحيح نعلموهم سافوار اكريغ، سافوار ابروندغ، عندنا برشا حاجات سافوار فير، مي حاجتنا في الاخر بكل بسافوار اتر، هذاك هو اللي نحبوا نوصلوا ان شاء الله مع صغيراتنا. ايوه